ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من لعبة ببجي موبايل، واحلى جيم لعبته مع المتابعين على البث المباشر. الفيديو ده بجد يعني البث ده اصلا كان حلو جدا، كان حلو جدا جدا جدا. لعبنا فيه 4 جيمات او 5 جيمات تقريبا، منهم الجيم ده كنا بنلعبه في سان هوك. مش هحرق عليكم الفيديو، بس الفيديو كان جامد جدا. يلا اعمل لايك، عايزين تفاعل جامد قوي 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 الفترة دي، لان انتوا عارفين القناة فيها بعض المشاكل. اكيد انتوا الناس اللي متابعيني وعارفين المشكلة ايه بالظبط. يعني محتاج دعمكم الفترة دي بمشاهدة الفيديو كامل، لايكات، مشاركة مع اصحابكم، ادعوا اصحابكم للاشتراك في القناة. وطبعا هسيب لكم رابط القناة البديلة في اول تعليق مثبت ان شاء الله باذن الله. مش هقول لكم اكتر من كده، وقولوا لي ايه رايكم في اللبس الجديد، السكين الجديد ده لسه جايبه، وجبت معاه سكين تاني، تعالى اوريه لكم هما الاثنين. انزلوا دلوقتي في التعليقات قولوا لي ايه رايكم في السكين ده، هل هو حلو؟ شايفين الديل اللي في اكيد شايفين. ماشي، ايه رايكم في السكين ده، هل حلو ولا لا؟ اوريكم السكين التاني اللي انا جبته، ده السكين التاني. انهي فيهم احلى، السكن بتاع الفستان ده ولا السكن الاولاني اللي انا كنت لابسه؟ اعملوا لي تعليق دلوقتي وقولوا لي، واعذروني بقى على الجوده شويه مش حلوه قوي في الفيديو اللي هيقابلكم ده، لان كان في البث المباشر، وانتوا عارفين ان انا بصور من التليفون والبث المباشر من التليفون، كل حاجه من التليفون، فبيبقى صعب شويه والمعالج ما بيستحملش قوي. ولكن انتوا حبايبي هتعذروني، اتمنى الجيم يعجبكم زي ما هو عاجبني، اتمنى تكونوا بتحبوني زي ما انا بحبكم. هسيبكم مع الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك، وسيبوا لي احلى تعليق.
تعالوا 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 في ناس هيجوا من اليمين هنا اهو.
Thank you.